السلام عليكم، انا اسمي مروه الغنام، تكنيكال سبورت في فريق معرض الاثر للتطبيقات الهندسيه. ان شاء الله النهارده هنبدا مع بعض السيشن الاول في التراك الخاص بيه الالكتريكال سيرفيس ديزاين، او زي ما بنسميه كده ما بيننا وما بين بعض الديستريبيوشن، اللي هو بيندرج تحت مسمى كبير اسمه الكونستراكشن فيلد. طيب ان شاء الله المحتوى النهارده هيبقى بسيط جدا، هنقول كده انترودكشن بسيطه يعني ايه كونستراكشن فيلد، وهنشوف دلوقتي لو احنا عايزين نعمل مشروع معين مين هم الاطراف اللي هتشارك معانا في المشروع اللي بنسميهم الستاك هولدرز. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها البروجكت لايف سايكل، يعني ايه؟ يعني اكنها قصه حياه المشروع كده، من اول ما بيكون فكره في دماغ المالك لغايه ما بنخلصه خالص. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الكود والستاندر والريجليشن، هنعرف هم ايه بالتفصيل وايه الفرق ما بينهم، وهنعرف بنستخدمهم ازاي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الباور سيستم نتورك، الشبكه بتاعتي عامه عباره عن ايه، وهعرف لو انا عندي مبنى معين هغذيه ازاي. بعد كده هتكلم عن حاجه اسمها الديزاين كونسبت ستيج ستيبس، ايه بقى الخطوات اللي انا همشي بيها كمهندس استشاري عشان اعمل حاجه اسمها الديزاين كونسبت، وده يعتبر كده اول شغلنا كمهندسين استشاريين. طيب دلوقتي لو انا عندي مبنى معين وعايز اغذيه تغذيه كهربي، هغذيه عشوائي كده ولا بعمل حسابات؟ فالحسابات دي اسمها اللود استيميشن، بعملها او التقدير المبدئي للاحمال، بعملها عشان اعرف المبنى بتاعي ده هيتغذى بترانسفورمر واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، وهعرف الجنريتور اللي انا هجيبه ده تكون ساعته قد ايه وكل الحاجات دي. بعد كده هندخل او هنتكلم في حاجة اسمها سنجل لاين دايجرام، هو حاجة مبدئية كده بحط عليها انا مستخدم كام لوحة كهرباء، والتغذية بتاعتهم جاية من الترانسفورمر ولا جاي من الجنريتور، حاجات بسيطه كده. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الزونينج، يعني ايه زونينج؟ يعني اماكن لوح الكهرباء بتاعتي دي فين، او انا عندي كام اوضه كهرباء. طيب الحاجات دي بنعملها بناء على ايه؟ هنعرف ده كله ان شاء الله النهارده. واخر حاجه هنتكلم فيها حاجه اسمها الكوردينيشن، يعني ايه كوردينيشن؟ يعني التنسيق مع كل الاقسام الثانيه، سواء كان عماره او مدني او ميكانيكا. طيب لو ما عملناش تنسيق هل هيحصل مشاكل ولا لا؟ طيب لو بدأنا دلوقتي مع بعض بحاجة اسمها الكونستراكشن فيلد، مجال المقاولات، في ناس كتير كده يعني بيتلخبطوا او حاطين في دماغهم ان مجال المقاولات ده عبارة عن استشاري ومقاول. لا طبعا، هو دلوقتي واحد عنده قطعة ارض، القطعة الارض دي عايز يبني عليها فندق مثلا، فالمفروض هيروح لمين؟ المفروض هيروح لمكتب استشاري. المكتب الاستشاري ده بيبقى فيه تقريبا كل التخصصات، معماري ومدني وكهرباء وميكانيكا. لو احنا عملنا ظبط اكتر بقى على مهندس الكهرباء، مين الناس اللي هتساعده في المشروع اللي هو هيعمله ده؟ هل هو المقاول بس ولا في ناس تانية؟ عشان كده او هندخل بعد كده في حاجة اسمها الستاك هولدرز، اللي هم عايزين نعرف بقى مين الاطراف اللي هتشارك معنا في المشروع بتاعنا. اول حاجة عندنا اللي هي الاونر، شخص عنده قطعة ارض عايز يبني عليها مشروع معين. زي ايه مثلا؟ زي البنك الاهلي عايز يبني فرع جديد، او مجموعه فنادق عايزين يعملوا فندق جديد. طيب المفروض هو الاونر ده بيتعامل معانا دايركت كده على طول، ولا في ناس تبعه بيتعاملوا معانا؟ بيبقى في عنده تيم كده اسمه تيم مانجمنت او تيم انجينيرنج، المفروض هما اللي بيتعاملوا معانا. طيب خلاص الاونر ده عايز يعمل الفندق مثلا، هيروح لمين؟ قلنا هيروح لحد اسمه الكونسلتنت. مين الكونسلتنت؟ اللي هو الاستشاري، اللي هو حضرتك. طيب احنا عندنا ايه مكاتب استشارية؟ عندنا حاجة زي اي سي جي، وعندنا دار الهندسة، وعندنا شاكر. طيب المفروض الاستشاري ده بيعمل ايه؟ المفروض الاستشاري بيعمل التصميم بتاع المبنى وكمان بيشرف على التنفيذ بتاعه. خلاص طيب الاستشاري دلوقتي عمل التصميم بتاع المبنى، المفروض ايه اللي يحصل بعد كده؟ المفروض عايزين حد ينزل الموقع ينفذ، فهنروح لحد اسمه الكونتراكتور اللي هو المقاول. طيب المقاول ده زي مين؟ زي المقاولين العرب وحسن علام وابناء حسن علام وراسكم. طيب قلنا المقاول دوره ان هو ينزل الموقع ينفذ. طيب هو المقاول محتاج حاجات ينفذها، يعني محتاج كشافات يحطها في الموقع، محتاج ترانسفورمر، محتاج كابلات، محتاج كل الحاجات دي. مين اللي هيجيب له الحاجات دي؟ اللي هيجيب له الحاجات دي ناس اسمهم السبلايرز. مين السبلايرز؟ اللي هم المصنعين او الموردين. طيب عندنا شركات منهم زي شنايدر والسويدي وعندنا سيمنز. طيب هو الموردين دول فيه منهم انواع ولا لا؟ طبعا فيه ناس بتصنع الحاجة وتبيعها، زي مثلا السويدي بيصنع الكابلات وبيبيعها، وفيه ناس بس مقتصرين على انهم بيوزعوا المنتج. زي ايه مثلا؟ زي سراج للاضاءة، ده المفروض بيجيب كشافات من مصنعين محليين او اوروبيين ويوزعهم بعد كده على المقاولين او كده. طيب في تيم خامس اسمه الكوميشننج تيم. طيب التيم ده بيعمل ايه؟ هو اول حاجه يعني التيم ده
يعني بتبقى مرحلة ادفانسد كده، مش كل يعني مش في كل المشاريع بنجيبه. طيب التيم ده وظيفته ايه؟ هو بيبقى ثيرد بارتي كده، ملهوش علاقة بالاستشاري ولا بالمقاول، كل وظيفته ان هو يقيم الامور بعد ما المشروع كله يخلص، ويعمل اختبارات على كل الحاجات اللي اتركبت. عندنا تيم اخير اسمه الفاسيلتي مانجمنت تيم. يعني ايه؟ يعني تيم الصيانة. حضرتك دلوقتي لو قاعد في فندق معين، المفروض حصل عندك مشكلة في الأوضة بتاعتك، سخان باظ مثلا أو تكييف باظ، حضرتك تستنى إدارة الفندق تتصل بكهرباء يجي يصلح لك التكييف ده؟ لا طبعا، الفندق بيبقى عنده ناس متخصصين لإصلاح الأعطال دي، أو بيتعاقدوا مع حد أو مع شركة اسمها فاسيلتي مانجمنت. الشركة دي بتبقى شركة متخصصة أو شركة عندها ستاف كامل كده، حاطه منهم ناس في الفندق عشان لو حصل أي مشكلة، ولو الفندق ده الستاف اللي فيه قليل أو كده بتبعت لهم ناس كمان عشان يصلحوا الأعطال اللي بتبقى موجودة في المبنى بتاعي. طيب خلاص كده اتكلمنا عن الستاك هولدرز بتوعنا، عرفنا الأول حاجة اللي عندنا الأونر اللي هو المالك، بعد كده عندنا الكونسلتنت اللي هو الاستشاري، بعد كده عندنا الكونتراكتور اللي هو المقاول، بعد كده عندنا السبلايرز اللي هم الموردين او المصنعين، بعد كده عندنا الكوميشننج تيم اللي هو التيم اللي بيشرف على الموضوع كله بعد ما كل حاجه تتم، بعد كده عندنا الفاسيلتي مانجمنت تيم اللي هم تيم الصيانه. لو بدأنا دلوقتي بحاجه اسمها البروجكت لايف سايكل، احنا كنا قلنا البروجكت لايف سايكل دي معناها ايه؟ قلنا اللي هي حاجه زي قصه حياه المشروع من اول ما كانت فكره في دماغ المالك بتاعنا لغايه ما بنسلمه تاني للمشروع وكمان بنعمل له الصيانه. طيب اول مرحله عندنا حاجه اسمها البري ديزاين. يعني ايه؟ قبل ما بنصمم خالص وقبل ما بنعمل اي حاجه في المشروع بنعمل حاجه اسمها البري ديزاين، هنشوفها مع بعض او هنشوفها بنعمل فيها ايه دلوقتي. بعد كده عندنا حاجه اسمها الديزاين، التصميم، هنشوف برضو احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. بعد كده عندنا حاجه اسمها البيدنج، المناقصه. بعد كده عندنا حاجة اسمها الكونستراكشن، يعني التنفيذ. الأربعة دول هنقولهم بالتفصيل في السلايد الجاي. بعد كده عندنا أو خامس حاجة أو خامس مرحلة عندنا حاجة اسمها الكوميشننج. يعني ايه؟ قلنا دلوقتي الأونر بتاعنا ده بيجيب حد بعيدا عن الاستشاري والمقاول، كل دوره ان هو يعمل اختبارات بعد التركيب ويتأكد من إتقان العمل بتاعنا. طيب عندنا سادس حاجه اللي هي مرحله الصيانه. بعد ما مع بعض دلوقتي اول مرحله اللي هي البري ديزاين. طيب مرحله البري ديزاين دي بتكون ما بين مين ومين؟ بتكون ما بين الاونر والكونسلتنت اللي هو المالك والاستشاري او الناس اللي هم تبع الاونر اللي هم تيم المانجمنت او الانجينيرنج، بيقعدوا كده كلهم مع بعض ويتفقوا ويشوفوا انسب حاجه للارض بتاعه المشروع دي يتبنى عليها ايه. يتبنى عليها مثلا مبنى تشتغل كمبنى اداري ولا مبنى تجاري، ولا نصفها اداري ونصفها مثلا سكني او عيادات او كده، يشوفوا انسب حاجه للارض بتاعتنا دي. ويشوف لو الاونر عنده اي متطلبات خاصه، يعني مثلا يقول له مثلا لو ده فندق يقول له مثلا عايزه 4 نجوم 5 نجوم، اي حاجه الاونر عايزها بيقول للاستشاري عليها في البدايه كده. طيب بعد كده هننتقل لحاجه اسمها الديزاين بروسس، مرحله بقى الديزاين، ودي تعتبر شغلنا احنا كمهندسين استشاريين. فيها 3 مراحل، اول حاجه قلنا الكونسبت ديزاين، تاني حاجه السكيماتيك ديزاين، تالت حاجه الديتيل ديزاين. دول احنا مش هنتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي، هنتكلم عنهم في سلايد جايه كمان 3 دقايق بالظبط، بس نعرف بس ان الديزاين بروسيس دي فيها 3 مراحل. المفروض في المرحله دي بعمل حاجه اسمها التندر دوكيومنتس. طيب التندر دوكيومنتس دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها كل الرسومات اللي انا عاملها بعد التعديل، بيكون فيها ايه كمان؟ بيكون فيها كل الحسابات بتاعه المشروع، بيكون فيها كمان السبيسيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني المواصفات الخاصه بالمشروع. يعني ايه؟ يعني مثلا بكون كاتب والله انا عايز كشاف من نوع كذا، انا عايز ترانسفورمر الريتنج بتاعه كذا ومثلا هو اويل، انا عايز جنريتور ستاند باي مثلا ومواصفاته 1 2 3، بكون كاتب كل المواصفات الخاصه بالمعدات اللي انا هستخدمها في المشروع بتاعي عشان بعد كده المقاول يعرف يشتري. بعد كده هنعمل حاجه اسمها البيل اوف كوانتيتي، قائمه الكميات، بكون فيها مثلا بكون كاتب فيها انا مستخدم 5 كشافات مثلا، 20 كشاف، 30 كشاف، 100 كشاف، كل مثلا الكشافات اللي انا كاتبها، واسيب خانتين كده جنبهم وكاتب فيها مثلا انا مستخدم ترانسفورمر 1 او 2 او 3، وهكذا كل الحاجات اللي انا مستخدم. طيب المفروض كده البيل اوف كوانتيتي دي المفروض المقاول بياخدها وبيسعر عليها، يكون كاتب مثلا 500 كشاف دول سعرهم كذا، والترانسفورمر ده هيبقى سعره كذا وهكذا. بعد كده بنعمل حاجه كمان اسمها فاندر ليست. يعني ايه؟
هي قائمة كده بيبقى فيها أسماء الموردين المعتمدين بتوعنا، ودي أوقات بنعملها وأوقات لأ. طيب المفروض دلوقتي أنا خلصت شغلي كمهندس استشاري، إيه اللي هيحصل بعد كده؟ المفروض هروح أقول للأونر والله أنا خلصت شغلي، ننزل إعلان وقول إحنا محتاجين مقاولين. فمثلا هيجيلنا ناس زي المقاولين العرب قلنا وأوراسكوم وحسن علام مثلا. طيب هيروح ياخدوا دلوقتي التندر دوكيومنتس اللي مهندس الاستشاري عملها، هيقعدوا يدرسوها بقى. هيروحوا مثلا عند السبلايرز، هيتعاملوا مع مهندس السيلز عند السبلاير، يقولوا له والله احنا عايزين ترانسفورمر مواصفاته 1 2 3، عايزين كشافات مواصفاتها كذا وكذا وكذا، عايزين مش عارفه سوكيتس مواصفاتها كذا وكذا وكذا. فمثلا لو احنا عملنا ظبط كده على الترانسفورمر لوحده، هيقول له مثلا عايز ترانسفورمر قلنا المواصفات بتاعته 1 2 3. طيب المهندس السيلز هيقول له اتفضل ده الكتالوج بتاعنا فيه الترانسفورمر اللي حضرتك محتاجه. طيب هيقول له طيب الترانسفورمر ده سعره كام، هيقول له مثلا 1,000,000 جنيه. المقاول مش هيروح يقول للمهندس الاستشاري احنا انا هشتري ترانسفورمر السعر بتاعه 1,000,000 جنيه، لا هو هيضيف عليه الشحن والنقل والتركيب والعمالة وربح الشركة وكل الحاجات دي، فيكون مثلا 1,500,000. فالمهندس يعمل حاجتين، عرضين، عرض فني وعرض مالي اللي هو تكنيكال ايفالويشن وفاينانشال ايفالويشن. العرض التكنيكال ده او العرض الفني ده بيبقى في ايه، هيروح يقول له والله اتفضل ده الكتالوج مثلا بتاع السويدي فيه الترانسفورمر اللي حضرتك محتاجه. طيب الفاينانشال ايفالويشن ده اللي هو ايه، اللي هو العرض المالي، هيقول له والله المحول بتاعنا ده ب1,500,000. بعد كده اللي هي مرحله البيدنج اللي احنا بنتكلم عليها دي، المفروض الاونر والكونسلتنت يقعدوا يشوفوا كده افضل سعر فني واقل سعر مالي من الناس او المقاولين، من الحاجات اللي المقاولين مقدمينها، ويختاروا على اساسه. بعد كده هندخل بقى على مرحله التنفيذ اللي هي الكونستراكشن. المفروض دلوقتي المقاول بتاعنا ده هيعمل ايه، المقاول هينزل يستلم الموقع بتاعنا ويعمل رسومات اسمها الشوب درونج، هنعرف يعني ايه دلوقتي. بعد كده هيعمل حاجه اسمها الماتيريال سبميتال، يعني ايه، يعني هيجيب الماتيريال ويحطها في الموقع بتاعه خلاص. طيب في نفس الوقت الاستشاري بيعمل ايه، الاستشاري بيعمل له ابروفل على الرسومات بتاعه الشوب درونج بتاعته دي، يديها اكواد مثلا كود ايه، يعني ابروفد، يعني خلاص اتفضل انزل الموقع بتاعك والرسومات بتاعتك دي ما فيهاش غلطات. او هيدي له مثلا كود بي، يعني ايه، يعني الرسومات بتاعتك دي لا هي فيها حبه غلطات كده لازم تاخد بالك منهم، بس ما فيش مشكله انزل الموقع واشتغل. او هيدي له كود سي ودي، هيقول له لا ريسبميت، يعني ايه، يعني الرسومات بتاعتك دي غلط واعملها تاني وما ينفعش تنزل الموقع غير ما تكون كلها تمام. بعد كده المهندس الاستشاري بيعمل ماتيريال سبميتال ابروفل، يعني ايه، بينزل الموقع يشوف هل هي الماتيريال اللي المقاول ده متفق معاها عليها ولا لا. طيب اثناء ما المقاول بينزل ينفذ شغله، المهندس الاستشاري بينزل يشرف عليه في الشغل بتاعه ده ويشوف هل هو ماشي تمام وبينفذ كل حاجة زي ما موجودة في الرسومات ولا لا. كده خلصنا مرحلة الكونستراكشن اللي هي التنفيذ. هندخل بقى على مرحلة الكوميشننج. الكوميشننج دي زي ما قلنا فوق ان هي ناس كده بتيجي تعمل اختبارات بعد ما بنركب وتشوف كل حاجة تمام او العمل بتاعنا ده تم على اكمل وجه ولا لا. وبعد كده قلنا مرحلة الصيانة اللي هي المينتنانس. طيب لو رجعنا كده سريعا على البروجكت لايف سايكل، احنا كده قلنا اول حاجه عندنا البري ديزاين، بيقعدوا مع بعض يتفقوا المبنى بتاعنا ده هيبقى انسب حاجه لايه. وبعدين بعد كده مرحله الديزاين، احنا كمهندسين استشاريين بنعمل كذا حاجه، وقلنا تندر دوكيومنتس ايه اللي بيبقى فيها. بعد كده مرحله البيدنج اللي هي المناقصه، عرفنا بتتم ازاي. بعد كده الكونستراكشن اللي هي التنفيذ، وبعد كده قلنا عندنا الكوميشننج، وبعد كده قلنا عندنا المينتنانس اللي هي الصيانة. طيب بعد كده لو دخلنا على الديزاين فيز، يعني ايه، انا بقى شغلي كمهندس استشاري، احنا قلنا اللي احنا بنعمل 3 حاجات، حاجة اسمها كونسبت ديزاين، وحاجة اسمها اسكيماتيك ديزاين، وحاجة اسمها ديتيل ديزاين. طيب كل مرحلة من دول بتبقى عبارة عن ايه او فيها ايه. اول حاجه في الكونسبت ديزاين حاجه اسمها البي او دي ار، يعني ايه، يعني بيزك اوف ديزاين ريبورت، تقارير كده بسيطه بعملها بوضح فيها للمالك، اقول له والله مثلا انا مستخدم او الفندق بتاعنا ده هيبقى فيه اوضه 1 و2 و3 متغذيين من الجنريتور. هيقول لي لا مثلا انا عايز كل الاوضه الاجتماعات تتغذى من الجنريتور، فانا هاخد دفع اعتباري. بعد كده بعمل حاجه اسمها مثلا لود استيميشن، قلنا التقدير المبدئي للاحمال، المبنى بتاعي ده بيبقى جاي لي من غير
يعني ارض فاضيه ما فيهاش اي حاجه، فانا دلوقتي عايزه اغذيها، فبعمل حاجه اسمها اللود استيميشن، هنعرف بنعملها ازاي. بعد كده بعمل حاجه اسمها الزونينج، قلنا بنحدد اماكن اوض الكهرباء فين. بعد كده هناخد حاجه اسمها سنجل لاين دايجرام. سنجل لاين دايجرام دي حاجه يعني حاجات قلنا زي ما قلنا كده، بتبقى حاجات بسيطه كده هنوضح فيها لوح الكهرباء بتاعتنا دي قد ايه او عددهم يعني، وهنغذيهم منين وهكذا. عندنا كمان حاجه اسمها البولك اكيوبمنت، المعدات اللي انا هستخدمها في المشروع زي الترانسفورمر والجنريتور واليو بي اس والسنترال باتري. وعندنا اخر حاجه بنعملها في المرحله دي حاجه اسمها السبيس بروجرام، يعني مثلا بشوف اوضه الترانسفورمر دي المفروض ابعادها تكون قد ايه، اوضه الجنريتور ابعادها تكون عامله ازاي، طب فيها هيبقى فيها شبابيك ولا لا، كل الحاجات دي. بعد كده بندخل على مرحله الاسكيماتيك ديزاين اللي هي بتمثل 60%. قلنا المرحله الاولى اللي هي الكونسبت ديزاين بتمثل 30%، دي بقى بتمثل 60% من الرسومات بتاعه المشروع. طيب بيكون فيها ايه؟ بيكون فيها بقى اللايتنج، بحط الكشافات ازاي او اماكن الكشافات بتاعتي، والسمول باور بوزع السوكتس بتاعتي دي ازاي، واعمل مسارات الكابلات بتاعتي، ولو المبنى ده هقرده بقرده ازاي، واللايتنج اللي هي الحمايه ضد الصواعق. وبعمل حاجه اسمها السكيماتيك سنجل لاين دايجرام، بيبقى اكتر او فيه تفاصيل اكتر من السنجل لاين دايجرام اللي كان في الكونسبت ديزاين. مثلا بحط بقى في السنجل لاين دايجرام بتاعنا ده الريتنج مثلا بتاع الترانسفورمر، الريتنج بتاع الجنريتور. بعد كده هندخل على المرحله الاخيره من الديزاين فيس بتاعتنا اللي هي اسمها الديتيلد ديزاين، دي بعمل فيها 100% من الرسومات، اكون خلصت بقى كل حاجه خاصه بالمشروع بتاعي. طيب اول حاجه هنعملها حاجه اسمها البانل سكادول. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا عندنا بنحط مثلا 10 كشافات على اللينيا الواحده، فنقول والله انا عندي 1 ار اللي هي اللينيا اسمها 1 ار، محطوط عليها مثلا 10 كشافات، الوات بتاعهم كذا ومواصفاتهم كذا. طيب البانل سكادول دي المفروض هنعرفها بعدين، يعني ما تشغلوش بالكم بيها. بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الكيبل سايزنج، هنعرف يعني ايه كيبل سايزنج، وهنعمل حسابات الشورت سيركت ازاي وكل الحاجات المتعلقه بيها. بعد كده هنعمل حاجه اسمها الديتيلد سنجل لاين دايجرام. سنجل لاين دايجرام بقى اكثر توضيحا من الاثنين اللي فاتوا، وهنعمل طبعا في المرحله دي كل الحسابات المتعلقه بالمبنى، وهنخلص فيها المفروض كل حاجه متعلقه بالمبنى بتاعنا. ده يعتبر كده الشغل بتاعنا كمهندسين استشاريين، وده اللي احنا هندرسه في الكورس بتاعنا ان شاء الله. طيب لو جينا نتكلم دلوقتي عن التايبس اوف دروينج، يعني انواع الرسومات بتاعتنا، اول حاجه عندنا حاجه اسمها الديزاين دروينج اللي هي الرسومات اللي انا كمهندس استشاري بعملها، بكون موضحه فيها اماكن الكشافات فين، اماكن السوكتس، الكابلات ماشيه ازاي وهكذا. بعد كده في نوع تاني من الرسومات اسمه الشوب دروينج، ده المقاول هو اللي بيعمله، بيبقى موجود فيها ايه؟ بيبقى فيها حاجات اكثر تفصيلا من الديزاين دروينج، يعني بيبقى موضح فيها مسارات الكابلات بتاعتي وانواعها وطرق تثبيتها وعدد الكابلات ومساحه المقطع بتاعتها عامله ازاي، وابعاد مثلا ابعاد السوكت وطرق تثبيتها. يعني مثلا اقول له السوكت ده بعده كذا عن الارض، بعده كذا عن الحيطه، بعده كذا عن السوكت اللي جنبه، كل التفاصيل بتاعه المشروع او كل التفاصيل بتاعه المعدات اللي انا هركبها بكون حاططها في حاجه اسمها الشوب درونج. طيب بعمل كده ليه؟ عشان العامل اللي هينفذ يكون عارف بالظبط ايه الحاجات اللي احنا عملناها. بعد كده المقاول بيعمل حاجه اسمها الاس بيلت درونج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو المقاول جه يركب او يعمل كابل مثلا، يمرر كابل، ولو قدامه عمود هو مش هيكسر في العمود عشان يمرر الكابل، هو ممكن يمشيه في مسار تاني. فالرسومات دي بتوضح الحاجات بقى اللي نفذها بالظبط في الموقع بتاعنا. طيب كده خلصنا الانواع الرسومات بتاعتنا، وقلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ديزاين دروينج اللي انا كمهندس استشاري بعملها، وحاجه اسمها الشوب دروينج اللي المقاول بيعملها، وحاجه اسمها الاس بيلت دروينج اللي المقاول بيعملها بعد ما بيخلص الشغل بتاعه بالظبط. طيب ممكن نضيف حاجه في الاس بيلت دروينج، المقاول بيعملها ليه؟ عشان بعد كده الناس اللي هيعملوا صيانه يكونوا عارفين فين اماكن كل حاجه بالظبط. طيب هو انا دلوقتي بعمل الشغل بتاعي ده من دماغي، ولا في حاجه بترشدني وبتدلني ان انا اعمل حاجه الحاجات دي بشكل معين؟ في طبعا في حاجه اسمها الكود والستاندرد والريجليشن. طيب ايه لازمتهم وايه الفرق ما بينهم؟ عندنا الكود مثلا، الكود ده جنرال رولز فور جايدنس بات نوت مانداتوري. يعني ايه؟ يعني قواعد بتساعدنا او بترشدنا نعمل حاجه معينه بس ما هيش الزاميه علينا. يعني مثلا حاجه تقول لنا كود مثلا يقول لنا والله انت المفروض تحط ما بين السوكت ده والسوكت ده مسافه كذا، المفروض السوكت والحيطه يكون المسافه ما بينهم كذا وهكذا. طيب زي ايه الاكواد دي؟ زي الاي سي اللي هو الايجيبشن كود، وعندنا الدي بي اس اللي هو الكود السعودي
السعودي، والاي اي سي اللي هو الانترناشنال الكترو تكنيكال كوميشن، وعندنا الان اي سي اللي هو الناشونال الكتريكال كود، وعندنا الاي تريبل اي اللي هو انستيتيوت الكتريكال اند الكترونكس انجينير. ده انواع الاكواد اللي عندنا او امثله الاكواد اللي عندنا. بعد كده عندنا حاجه اسمها الستاندر، دي حاجه بتبقى مور سبيسيفايد، حاجه مور سبيسيفايد عن الكود بس برضو نوت مانداتوري. يعني ايه مور سبيسيفايد؟ يعني بقول فيها او الناس او العالم كله بيتفق على حاجات معينه. زي ايه؟ زي مثلا الريتنج بتاع السيركت بريكر. كلنا عارفين ان الريتنج بتاع السيركت بريكر مثلا 16 20 وهكذا، هم العالم كله متفق على الريتنج ده، فده حاجه اسمها ستاندر. طيب عندنا كمان حاجه اسمها ريجوليشن. يعني ايه ريجوليشن؟ يعني حاجات الزاميه، شركه الكهرباء هي اللي بتقول لي انت مثلا جاي تبني المبنى بتاعك ده، خد الباور دينستي، هنعرف يعني ايه باور دينستي قدام، يعني خد الباور دينستي بتاعتك دي بكذا، فانا لو ما مشيتش عليها المبنى بتاعنا ده الحسابات بتاعته والاحمال بتاعته دي مش هتتقبل خالص، فانا لازم امشي عليها. طيب خلاص كده عرفنا الفرق ما بين الكود والستاندر والريجوليشن. عرفنا ان الكود والستاندر دوم حاجه مانداتوري، حاجه نوت مانداتوري، يعني حاجه مش الزاميه علينا، انما الريجوليشن ده حاجه الزاميه علينا. طيب دلوقتي لو عايزين نغذي المبنى بتاعنا ده هنغذيه ازاي؟ هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها الباور سيستم نتورك. احنا طبعا عارفين ان المبنى بتاعنا ده لو عايزين نغذيه اما هنغذيه بحاجه اسمها الاون جريد او حاجه اسمها اوف جريد. يعني ايه الاون جريد ده؟ يعني بغذيه من الحكومه، بروح لشركه الكهرباء اقول لهم انا عايزه اغذي المبنى ده من عندكم، فهم بيدوني تغذيه معينه. او بيبقى اوف جريد. يعني ايه اوف جريد؟ يعني بغذيه انا اللي بعمل له محطه مثلا طاقه شمسيه عندي وبغذي المبنى بتاعي ده منه. طيب لو احنا عملنا زوم كده على الاون جريد، طبعا احنا عارفين ان الباور سيستم نتورك بتاعتنا عباره عن 3 مراحل، مرحله التوليد والنقل والتوزيع. احنا لو بصينا هنا كده هنشوف مثلا مرحله التوليد بتنتج لنا فولت 13.8 و15 كيلو فولت. عندنا محطات التوليد سواء كان ديزل او طاقه شمسيه او بخاريه او محطات بخاريه او هكذا، يعني فالمفروض تنتج لنا فولت 13.8 كيلو فولت و15 كيلو فولت. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده بتروح على حاجه اسمها ستيب اب ترانسفورمر. المفروض الستيب اب ترانسفورمر ده بيعمل ايه؟ بيرفع الجهد ل 220 كيلو فولت او 500. طيب هو احنا ليه بنعمل ستيب اب؟ احنا طبعا عارفين القانون اللي هو بيقول اس بتساوي جذر 3 في اي في في. طيب طبعا عارفين ان الاس بتاعتنا دي ثابته. طيب دلوقتي احنا لو عملنا رفع للفولت بتاعنا ايه اللي هيحصل؟ المفروض التيار بتاعنا هيقل. طيب ايه اللي هنستفاده لما التيار بتاعنا هيقل؟ المفروض دلوقتي احنا عارفين ان لو التيار بتاعنا ده كبير وعندنا مثلا تيار كده ماشي في سلك معين، فالمفروض السلك ده لو التيار كبير هيسخن اللي هو بيعمل باور لوسز، هيبقى عندنا كده باور لوسز كتير في السلك. كمان هنحتاج ان احنا نعمل مساحة مقطع سلك كبيرة، فالكروس سيكشن بتاعنا ده هيزيد، معنى ان هو يزيد التكلفة بتاعتنا كده هتزيد. فعشان كده المفروض ان انا في المرحلة دي برفع الجهد وبقلل التيار بتاعنا. بعد كده بروح لمرحلة النقل سواء كان ابراج او كيبل تحت الارض او كده. بعد كده بروح للمرحلة بقى اللي هي تهمنا اللي هي الستيب داون. طيب المفروض بيبقى هنا ستيب داون ترانسفورمر، ايه اللي بيحصل فيه؟ بيخفض الجهد بتاعي من 220 ل 66، وبعدين بيخفض الجهد بتاعي تاني من 66 ل 11 او 22. ال 22 دي في المباني الجديده زي العاصمه الاداريه والعالمين والحاجات دي، وال 11 دي في المباني القديمه. طيب دلوقتي انا المفروض احط الجهد بتاعي ل 22 او 11. الجهد المفروض بيجي لي بيتي ازاي؟ اللي هو 380 او 220. المفروض بيبقى عندنا حاجه كده اسمها ديستريبيوتر. المفروض لو رحنا لو حد زار شركه توزيع قبل كده بيلاقي عندهم حاجة اسمها كده ديستريبيوتر. الديستريبيوتر ده بيدخل له جهد 22 او 11. طيب الديستريبيوتر بتاعنا ده بيطلع على حاجة اسمها رينج من يونت اللي هي وحدة ربط حلقية. طيب الرينج من يونت دي بتروح لايه؟ بتروح لحاجة اسمها ديستريبيوشن ترانسفورم. المحول ده بيعمل لنا ايه؟ بيخفض الجهد بتاعنا ده من 22 او 11 ل 400 فولت. طيب ال 400 فولت دول لغايه ما بيوصلوا لنا، ما يحصل فولتج دروب لغايه ما يوصل لنا البيت، بتوصل لنا 380 لو هي 3 فيز او 220 لو هي سنجل فيز. طيب ايه الشركات المشهوره في الموضوع ده؟ احنا عندنا مثلا الشركات المشهوره في تصميم الجنريشن او محطات الجنريشن حاجه زي سيمنز واي بي اس، والشركات المشهوره في تصميم الترانسميشن لاين حاجه زي شاكر واي بي اس والفنار وجوده مرحله التوزيع
حاجات او مكاتب زي اي سي جي وشاكر وادار الهندسه والفنار والحاجات دي كلها. طيب نراجع كده مراجع سريع على الحاجات اللي احنا قلناها من الاول. احنا قلنا عندنا حاجه اسمها او ناس اسمهم الستيك هولدرز اللي هم الاطراف المشاركه في المشروع بتاعي. بيبقوا مين؟ بيبقى الاونر اللي هو صاحب اللي عنده قطعه الارض دي. وبيبقى بعد كده عندنا حاجه اسمها الكونسلتنت اللي هو الاستشاري. وبعد كده عندنا حد اسمه الكونتراكتور اللي هو المقاول. وبعد كده عندنا السبلايرز اللي هم الموردين. وقلنا الكوميشننج اللي هم بيبقوا طرف ثالث الاستشاري جاي او الاونر جايبهم عشان يتاكدوا من اتقان العمل في المشروع بتاعنا. بعد كده عندنا اخر حاجه اللي هو الفاسيلتي مانجمنت اللي هو تيم الصيانه. بعد كده دخلنا على حاجه اسمها البروجكت لايف سايكل اللي هي زي قصه حياه المشروع. قلنا عندنا اول حاجه كان فيها بري ديزاين، بعد كده الديزاين، بعد كده البيدنج، بعد كده اتكلمنا عن الكونستراكشن اللي هي مرحله التنفيذ بتاعتنا، بعد كده اتكلمنا عن الكوميشننج اللي هي اللي بيعملها الكوميشننج تيم اللي هو بيعمل اختبارات بقى بعد التركيب وهكذا، بعد كده اخر حاجه اللي هي كانت مرحله الصيانه بتاعتنا اللي هي المينتنس. بعد كده عرفنا يعني ايه كود وستاندر وريجليشن، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم، وخدنا الديزاين فيزز، وعرفنا مدار الكورس بتاعنا هيبقى ماشي ازاي وعباره عن ايه. وبعد كده اتكلمنا عن الباور سيستم نتورك، وعرفنا ان احنا هنبقى مختصين بجزء او من اول مرحله الستيب داون. وبعد كده ان شاء الله هنعرف يعني ايه ديستريبيوتر، ويعني ايه رينج من يونت، ويعني ايه الترانسفورمر بتاع التوزيع ده هو عباره عن ايه، وكل الحاجات المتعلقه بالجزء ده هندرسه تاني ان شاء الله السيشن الجاي.